الوحدة الوطنية اللي بين المصريين المسيحيين والمسلمين المسيحيين، ودايما تحصل قلائل في الوسط، لكن المحبة اللي تجمع بين المسيحيين والمسلمين هي اللي بتحافظ على مصر. وانا بشكر حضرتك على الكلام الجميل اللي انت قلته، وشكر على التقنية الجميلة قوي، وانا فخور جدا ان انا معاكم النهاردة صفوة رجال الفن والاعلام، وشكر على المحبة اللي شفتوني. ابونا دانيال، لان حضرتك سفير المحبة، فحضرتك هتدي درع المحبة للاستاذ ايمان، وده غير تكريمه الفن. أستاذ إيمان، حضرتك هتعطي أبونا دانيال أوسكار الحب بعلامة السلام لأبونا دانيال وللكنيسة البورسعيدية أو مطرانية بورسعيد التي تماسكت طويلاً أمام الهجمات الشرسة. وإحنا لينا الفخر إن بعض القساوسة في 56 دخلوا المساجد وقالوا إذا أديتوا فريضة ربنا قوموا للجهاد، وخرجوا كلهم علشان يحاربوا أعدائنا، وكانوا بيدفنوا المسلم والمسيحي حفاظا عليهم من اعداء مصر. كل التحيه لابناء الرجال الدين المسيحي والدين الاسلامي، وهنفضل برضو ايد واحده ولو كره الكارهون. الف مبروك الدرع. احنا لما غنينا يا مصر يا حافظه قرانك، وانا جيلك، ولو تناديني من الغربة انا جيلك، في وقت الشد ادعيلك وانا، ومهما تموت هنا اجيال انا، هو ده الجيل اللي هيبقى، هو الجيل اللي حقق قلبها. فضل حضرتك اوسكار الفن العربي. كل التحية لكل فنان التزم تجاه جمهوره وفنه لسنوات طويلة، وكل المؤازرة لموقف الأستاذ إيمان تجاه الفن الخليع، لأن احنا طول عمرنا شعب محترم وبنحب الطرب الأصيل. ألف مبروك يا أستاذ إيمان. أنا هكرمكم مش هكرمه، وأنا عايزة أعمل فقرة فنية عشان ناخد بريك، بس في حد مهم أنا عايزاكم تشوفوه. خد لك كده انزل تحت. 32 يوم قاعد في الميدان في خيمة في عز البرد، كنا بنبقى قاعدين متدفيين وبنتابع على الفضائيات الأحداث، لكن هو لأ، فضل صامد بردان خايف قلقان، قلبه بينبض بالحب بالوطنية بالانتماء، كانت حاجة واحدة بس هي قلقاه، مصر. وعلشان ده مش شعار، حيوا معايا المراسل الصحفي المتميز ابن الميدان وزميل في جريدة الوطن، وهو مفاجأة تكريم النهاردة، وأنا ليا الفخر إني أكرمه، محمود عباس. ومش هقول ليه أنا بكرمكم بوجوده. محمود اتفضل. بصراحة إن أنا واقفة جنبه وهو بيتنفض ومتلج، ولما بعض الفضوليين سألوه يعني كنت بتنقل الأحداث إزاي وأنا صحفية وإعلامية، جاوب إجابة خلتنا نخجل من نفسنا، نحن أصحاء ولكننا قد نكون أحيانا بصيرتنا عمياء، بينما هو كفيف لكن بصيرته متفتحة. قال نقلت أحداث مصر بنبض وريدي وبقلمي. حيوا معايا محمود عباس. محمود، قدامك كتبات فنانين كبار جدا من مصر ومن الأردن، فنانين عصام وصناع للبهجة، هم اللي بيساعدونا وجايين النهارده يجيبوا لك هعمل ايه يعني؟ وانا مش هينفع اسالك تاخد الكادر وتمشي، لكن انا هجيب لك صانع للبهجه زي ما بكتب. تقول ايه النهارده يا محمود للفنانين الجمال؟
مش عارف اقول لهم ايه بصراحه، يعني مش محتاج اقول لهم حاجه. اعتقد هو اسم كل واحد فيهم بيعبر عن تاريخه، بيعبر عن انجازه. اعتقد ما ينفعش ان انا اختصر كل اللي موجودين دلوقتي في مجرد كلام يتقال عليهم في مجرد دقيقه او نص دقيقه اتكلم عنهم، لان الموجودين دول باختصار شديد جدا جدا هم رمز الابداع في بلدنا، هم رمز التغيير في بلدنا، هم رمز حاجات كتير جدا جدا. حاولوا ناس في الفتره اللي فاتت ان هم يعني ينقصونا هذا الابداع، لكن طالما في فنانين زي الموجودين قدامي دلوقتي الابداع هيستمر، ومصر دايما دايما هتبقى بلد الفن وبلد الابداع واجمل بلد في الدنيا. اللي حابب اقوله بس في المكان اللي انا موجود فيه ده، الارض اللي انا واقف عليها دي ارض بورسعيد. اعتقد مش بس ان انا موجود في المكان ده في وسط كل الكوكبه، ان انا يمكن ما جيش نقطه في بحر منهم، ولكن ان انا اشتم عبير هذا البلد الجميل اللي وقف وصمد في 56 وفي 67 وفي 73 ومعانا في الثوره في يناير. اعتقد شباب الثوره وشباب البلد دي لازم ان هم ييجوا يبوسوا على دماغ كل بورسعيدي موجود دلوقتي ويقولوا ان بورسعيد دايما دايما هتفضل مهما حاولوا يشوهوها. محمود انا فخوره بتكريمك، وعلى فكرة أنا كنت بتمنى إن إحنا نكرم حد مهم جداً زي محمود. نحيي والدة محمود اللي بكت أول ما سمعت تكريمه واتنفضت وهي مستحبة. تعالي يا أمي تفضلي، تعالي حضرتك أكتر حد محتاج يكون جنبه دلوقتي. بس اللي بتربي، وهي ما ربتش اي حد، هي علمته ازاي يحب بلده. وعشان انت غالي عندي فاللي هيكرمك هو مش طيب، هو بصراحه كده ابن ارندلي. انا ما بشتموش، راجل كشف الدالي وفضح الشهريار وعمل امور كتير جدا، وعشان ربنا يحبني وبحبك كرمه معايا الكاتب الطموح وعاشق بورسعيد الاديب وليد يوسف. نحييه. لكن نزل واتفرج على البلد وكان متحمس، ويعني اسمح لي ان انا اقول الحقيقه ان انت كمان ساعدتني في اقناع الفنانين ان هم يحضروا الاحتفاليه، ومش فنانين قليلين، فنانين كبار جدا. تقول ايه للشعب البورسعيدي بعد تكريمك للمره الثانيه والمحمود تحديدا؟ تكريم المحمود النهارده هو تكريم ليا انا اصلا، يعني انا ما كنتش متخيل انها تختارني اكرم البطل الجميل ده. أنا النهاردة بتكرم بوقفتي جنب محمود. شكراً لكل أهل بورسعيد. ألف مبروك يا محمود. علي حسن اصطحب الأستاذ محمود يلا. ألف مبروك، اتفضل. معلش، هو يعني انا جيت المكان ده عشان ارد الجميل الاثنين لهذه البلد الجميله العظيمه بورسعيد، وللسر في اي حاجه حلوه هتحصل في حياتي، اي حاجه جميله ممكن ان هي تحصل في الفتره اللي جايه، صنعت شويه العناد اللي موجودين عندي في الدنيا في الفتره اللي جايه، اللي ثبرت واللي تعبت كتير قوي قوي في اول حياتي وفي اول ولادتي. البني آدمة دي صعب قوي قوي ان انا اختصرها في كلام امي العظيمه والجميله اللي انا احب انكم تشوفوها دلوقتي معايا. استاذ وليد تكريم صعب ليك طبعا،